بيع البنات، او انت ما تسميها بيع، سميها انه شغل. اي 10 ايام اتفقتوا يعني روح. زين شلون صار موضوع الاتفاق هذا؟ اتفقتوا انا 10 ايام يبقى. شنو قد المبلغ؟ مبلغ مثلا اتفقتوا انا اعطيهن 40 ورقه. هن ايش قد؟ هن ثلاثه. مو وحده بيهن قالت لي هاي اللي قالت لي يعني وحده من عندهم بعدها بنيه. اي. وتدري بهذا الموضوع انت ماخذه هيك؟ اي تدري، حتى قالت لي انا اريد دفترين وانا اعطيك كلاميتك. يعني لك اعطيك الفوقانيه ايش قد 10 ورقات هاي اعطيك لك. هيش. واتوافقت؟ أنا يعني وافقت. لعد شلون اتفقت ويا الوحده 40؟ مو هذا يعني مو يعني مو باكر. اها. الباقات. وبعدين؟ اي اتفاق حتى بهن اتفقن حتى ياخذن سيارات واتفقن يطلع مقدمات. هاي انت قاعد وياهن بهاي الجلسه؟ لا خابرني قال لي يلا شو وقت الموعد؟ لان اتفقت ويا ولد يعني حطي المقدمه ما سياره على مود اوديها له. زين. نعم. وشلون صار الاتفاق بعدين ويا الجهه اللي المفروض توديها تودي البنات لهم؟ اتفقت وياهم يوم السبت. زين. ساعة مثلا بالستة ونص بالسبعة. زين. اي. حتى البنات بوقتها واحدة اخذتها من المنصور، هن اثنينات انجن المنصور، واحدة قالت الا استلم الفلوس بيدي يلا انزل من السيارة. تجيبيها لي انت وحدك تجي يلا انزل من السيارة هاي تمارة. منكم شت. زين. قالت له تعطيني فلوس اشوف بيدي يلا انزل من السيارة. هاي مواليد. شبيرة 95 هيج. 95 شبيرة؟ أي. زين. اي نعم. وقتها حتى شاكة ما اعرف انا بالله. اي. قالت تعطيني الفلوس تجي وحدك تسلم لي الفلوس تعطيني بيد امي. ها امها تدري؟ أي نعم. ما شاء الله. اي. اي. حتى امها كانت وياها بالسيارة. اني امها. امها جت وياها؟ نعم. وقتها هي من كمشت وراحت. خذنا حتى مكان قالت لي قبال بلي وانا واقف بلي هي اصلا ماكو اصلا يم بلي يم مطعم بلي. اي؟ اي وراحت. وبعدين ايش صار؟ بعدين لزمونا استخبارات. شلون؟ نزلت لا على اساس يعني اجيب الفلوس لاعطيهن انكم مشيت. القوا عليك؟ القى قبل. القى قبل من قبل مكافحه الاتجار البشري اعضاء البشريه. نعم. انت والبنات. نعم. زين. البنات هسه وين؟ هم وياي بالسجن. زين شنو رايك انه البنات مو بالسجن؟ البنات اشتكن عليك هسه. ما اعرف بعد. لا انا اقول لك البنات ضحايا. البنات ضحايا. هو استاذ على اتفاق انا يعني ما شو اتفاق؟ انت تدري بهاي القضيه يسموها اتجار بالبشر؟ انت تبيع بشر. ما هو على اتفاق قلت لهم هيك حتى يسافرين. زين يسافرين. انت سامع بانه القانون لا يحمي المغفلين؟ نعم. مو صح؟ نعم. يا اتفاق هذا انت جيت تتفق على شنو؟